السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي في القناه ديالكم من عصرايت فلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. في هذا الفيديو هذا بغيت نوريكم الاخوان بغيت نجاوب على واحد السؤال ديالكم. تتقولوا لي ناصر ها حنا درنا اي بي ولا درنا ستور جديد كيفاش غادي نديروا نشيبيو المنتوج ديالنا على اين باي ذا واي. فتحت ستور في يومين، فتحت ستور او متجر في يومين، وريتكم هذا الستور هذا، وريتو لكم كاع شنو هو هذا الستور هذا، وقلت لكم بالله راه شنو تندير هالمنتوجات. مهم اليوم خرجت من الخدمه مع الخمسه، توصلت بواحد القلم اللي فيه كاميرا، صورته حطيته، اقسم بالله العلي العظيم ما كامل حتى جوج سوايع الا تشرى. دابا راه شراه من واحد من تكساس. لذلك الاخوان ان شاء الله بحول الله غادي انا دابا كنوجد، دابا راه مشى، دابا قريب نتسحر، ولكن خصني نصيفط له المنتوج ديالو. هادو ديجا عندي اللي كنصيفط فيهم المنتوج، على سبيل المثال كنصيفط بهم المنتوج. لذلك غادي نحاول نشد المنتوج ديالو اللي شرا هذا الستيلو هذا اللي تتشوفوه، هذا صافي تباع. غادي نحاول نديرو في الكارطونه كما تتشوفوا، غادي نحاول نديرو في الكارطونه هي هذه. ما غاديش نسد الكارطونه الاخوان حيت ما غادي نمشي للبلاصه فين غنشيبي هذا، غيقولوا لي شنو كاين هنايا، خصني ما نسدهاش حتى يشوفوا يتاكدوا شنو كاين الداخل، باش ما يكونوش ما يصحابهمش ندير مخدرات ولا شي حاجه. المهم غادي نخليها بحال هكايا. دابا غادي نمشي لامبريمو غندير برينت ليبر. برينت ليبر هي برينتي لادريس اللي صيفط لي هذا السيد اللي شرى هذا الستيلو هذا اللي فيه الكاميرا. المهم هذا راه ستيلو فيه كاميرا. شنو غندير؟ غادي دابا ندوزو للكمبيوتر وغادي تشوفوا داكشي بالله راه هادشي راه تشرى. اقسم بالله العلي العظيم الاخوان الى هاد السطور هذا فتحتو غير يومين، فتحتو يومين، قلت لكم غير باش نوريكم كيفاش تفتحوا السطور، كيفاش ديروا منتوجات، كيفاش تخليوا المنتوجات ديالكم يتباعوا في الايباي. المهم جيت اليوم من الخدمه، قلت علاش لا ما نديرش هاد السيلو يتباع. صورته بالكاميرا ديالي اللي كنصور به الان، حطيته ما كاملاش جوج سوايع، ما كاملاش جوج سوايع الاخوان تباع دابا. لذلك غادي نحاول دابا نصيفطوا هذا المنتوج هذا ونشوفوا هذه الطريقه، هذه نوريكم الطريقه كيفاش نصيفطوا منتوج، حيت هذا سؤال من الاسئله اللي تطرحوا عليا بزاف بزاف بزاف. المهم الاخوان هذا الشيء راه شوفوا تندير تماره، كنتعذب معكم الاخوان، فقط غير ديروا غير زير لايك ولا شاركوا هذا المنتوج، شاركوا هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم، بارطاجيو في الفيسبوك ديالكم ولا في الواتساب الاخوان اللي غيستافدوا، وكتبوا لي غير شي كلمه زوينه باش نستمر في هذا المجال هذا. لذلك الاخوان غادي نحاول دابا ندوز للحاسوب ونصور لكم شنو غندير. غادي نحاول نخبي المعلومات ديال داك السيد باش نحترموا الخصوصيه ديالو البرايفسي ديالو. غنوريكم غير واحد الطريقه من تبيع شي منتوج، راه تيقول لك اي بي برينت ليبر هي برينتي هي تامبريمي واحد الورقه فيها لادريس ديالك ولادريس ديالو، وغادي تلصقها هنايا على سبيل المثال، تلصقها هنايا وتشد هذا المنتوج هذا، غادي تمشي لديك البلاصه فين تيصيفطوا المنتوجات. على سبيل المثال انا هذا غنصيفطو في يو اس بي اس، يو اس بي اس غادي يبقى 3 ايام ولا 4 ايام غيوصل المنتوج لتكساس للبلاصه فين تشرى هذا المنتوج هذا. لذلك الاخوان غادي نمشيو للحاسوب دابا الان وغادي نشوفوا، غادي نوريكم شنو غندير. خوتي خواتاتي كما تشوفوا هذا هو الاي بي، هذا هو الستور اللي فتحتو يومين، انا تنعيا معاكم الاخوان ونوضو تخدمو والو، ما كاينش القليل، واحد النسبه قليله اللي تثق فيا وتنوض تخدم. انا راه ما كنستافد منكم حتى شي حاجه، انا هادشي راني مازال ما ناعش دابا باش خصني نوض باش نتسحر، ما ناعش وتندير لكم هذا الفيديو باش تستافدوا منه، غير باش تقولوا لي غير كلمه زوينه الله يرحم لك الوالد انا ناصر، نديو غير الرحمه ديال الوالدين. شنو غادي ندير؟ هذا هو السطور ديالي، هذا هو المتجر ديالي اللي فتحته يومين، ما فيه لا اقدميه لا حتى شي حاجه، فتحته يومين درت فيه منتوجات هما تيتباعوا، ومن غير عندي بزاف ديال لي سطور، عندي سطور مختص فقط في الحوايج، وعندي سطور مختص فقط في الالكترونيكس، وعندي سطور مخلط كل شيء، مره تلقى مطرقه، مره تلقى شطابه، مره تلقى لاكريس، مره تلقى قفايل ديال الكوفيتير. المهم هذا فقط درته غير تجربه وحطيت فيه هذا المنتوج هذا اليوم وتباع. شنو تتجيو الاخوان؟ تتجيو لماي اي باي، كنجيو للسيلين كما تشوفوا السيلين، غتلقاو اول حاجه ها انتم تتشوفوا، باش ما تقولوش راه كاينين الاخوان اللي تيكتبوا لكم في لي كومونتير ناصر كيكتب ما باغينكمش تخدموا الاخوان. شنو ها هو؟ حطيت منتوج اليوم، عندي خلاص 8 ديال المنتوجات، وها هو واحد السولد، السولد هي التباع اللي تباع كما شفتوه. غادي نهبط شويه لتحت غادي تلقاو المنتوج تباع، ها هو ها هو.
منتوج حطيته فقط اليوم صورته، ما كاين لا صور احترافيه لا ماشي زعما شي صور خديتها من جوجل، صورته بلا كاميرا ديالي حطيته فوق الطبله. ها هو التباع، هذا هو اللي بغيت نقول لكم الاخوان. برنت ليبر شيبين ليبر، تتكليكي على هاد برنت شيبين ليبر غادي يخرج لك هاد القضيه هذه اللي هنايا كما تشوفوا الاخوان. غادي تحاول، هذا هو، هادو هما المعلومات، هادو هما المعلومات اللي خصك تعمر باش تصيفط المنتوج. على سبيل المثال كما تشوف هنايا درت يو اس بي اس، غادي توصل به المنتوج في يومين حتى ل 9 ايام، هو ولكن ما تيجلسش 9 ايام. هذا هو شيب تو من لادريس، هنايا غادي نصيفطوا لهاد لادريس هذه اللي تتبان لكم هنا ولكن انا خبيتها. هنايا هذه هي لادريس ديالي كما تتبان لكم هنايا. صافي هادشي اللي كاين الاخوان. صافي من تدير برنت، من تدير برنت شيب ليبر تخرج لك لهاد القضيه هذه. الا بغيتي دير هاد الخانه هذه كما تشوفوا الاخوان هنايا، يمكن لك تعبروا على سبيل المثال، تعبر المنتوج ديالك تشوف شحال فيه من باوند. على سبيل المثال هنا في امريكا تنقولوا الباوند، تتعبروا هذا ما فيه حتى 1 باوند. هذا غيتقام عليا وقيله بالشيبين ديالو، يتقام عليا بشي 2 دولار وقيله، وكاع الى غلا 5 دولار، 5 دولار ديال الشيبين وغنصيفطو. هادشي اللي كاين الاخوان، هادو هما المعلومات ديال هاد السيد اللي شرى من عندي هادشي. ومن بعد ان شاء الله بحول الله غادي نحاول برنتي، نحاول نخرج هاد الورقه هذه، هاد الورقه اللي فيها لادريس ديالي ولادريس ديالو، نحاول نلصقها في هاد المنتوج هذا، وسهله وغادي نمشي نخرج برا ونصيفط له المنتوج ديالو. ونصدق انا ربحت واحد العموله، اللي هي واحد العموله اللي هي ما كبيراش بزاف. انا الان شنو تندير، كنحاول نبني ستور ديالي. شنو هي تتبني ستور ديالك؟ هي تتحاول تعطي المصداقيه للستور ديالك. واخا تربح 0.1 راه مزيانه، ولكن يكون عندك فيدباك مزيان، وتكون يكون عندك على سبيل المثال الناس اللي عاطينك فيدباك مزيان، هكذا تتبني الستور ديالك. واحد النهار غادي تكون عندك واحد 1000 ريفيو ولا 2000 ريفيو، تمايا عاد بدا الا بغيتي تزيد في الثمن في المنتوج زيدو، الا ما بغيتيش شغلك هذاك. ولكن انا الان شنو تندير، انا فقط هذا المنتوج هذا نكون ربحت فيه واقيلا شي حاجه قليله بزاف، ولكن انا السياسه ديالي هي نبني الستور. شنو هي نبني الستور؟ هي نحصل على الناس، تنرد فلوسي باش شريت المنتوج، وكنربح واحد 2 دولار ولا 3 دولار بخير مزيانه، ولكن كنقول لهم ديروا لي جود ريفيو ولا شي، يديروا لي كتبوا لي شي كلمه زوينه في المتجر ديالي باش نحاول نستقطب الناس اخرين ولا كاستمرز جداد ولا زبناء جداد ويشروا من عندي في المنتوجات الاخرى، يشروا عندي منتوجات اخرى. هادشي اللي كاين الاخوان، فقط وريتكم الطريقه، وريتكم بالله راه المنتوجات تباعوا ليا، تتباع ليا انا. انا اول مره يتباع ليا منتوج في هذا السطور هذا، او زعما يلا حطيته غير تنوريكم كيفاش، وحطيته وتباع. لذلك الاخوان ان شاء الله بحول الله غدا غندير فيديو وغنوريكم بالله راه مشيت، وغادي نمشي لديك البلاصه فين تنشيبي هادشي، غنشيبيه لهاد السيد هذا في تكساس. وهادشي اللي كاين. بيس لكم الاخوان، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. خدموا على راسكم الاخوان، خدموا على راسكم الاخوان. هادشي راه هذاك الشيء ديال الفيسبوك وتفرج ليا في شي حاجه ما مسلكاش راه ما دايماش. خدم، حقق الدولارات، حقق الفلوس، حقق الدولارات، وان شاء الله بحول الله واحد النهار غادي تحسن الوضعيه ديالك، وغادي تقول لي الله يرحم الوالدين ناصر استفدت منك. شكرا لكم بزاف، غادي نمشي نعس. سلامه. كما تشوفوا الاخوان، وصلت دابا للبلاصه فين غادي نحط هذا المنتوج هذا كما تشوفوا. المهم باش نقول لكم بالله راه جبت هذا، هو فيه السميه والكنيه ديالي، وفيه فين غادي نصيفطو. لذلك غادي ندخل دابا لداخل وغادي نشيبي هذا المنتوج هذا اللي تباع ليا. على سبيل المثال الا بعتوه شي منتوج في اي بي، الناس اللي عندهم الانفنتوري، الناس اللي عندهم السلعه في الدار، الناس اللي ما عندهمش السلعه في الدار تتعامل ديريكت مع السبلاير، مع هذاك اللي تيبيع المنتوجات، هو اللي غيصيفط لك كل شيء، انت ما تدير حتى شي حاجه. اما بالنسبه للناس اللي عندهم الانفنتوري، اللي عندهم السلعه في الدار، راه خصهم هما يمشيو ويصيفطوا السلعه كما هذا. انا فقط هذا المنتوج هذا كنت درته فقط غير على سبيل المثال مثال كيفاش تفتح ستور وكيفاش تحط منتوج، ولكن البارح بالليل تباع لي هذا المنتوج، ولكن خاصني نصيفطو حيت وصلت بالفلوس في الباي بال ديالي وما يمكنش ليا ما نصيفطش المنتوج. لذلك غادي ندخل دابا باش نصيفط المنتوج. كما تشوفوا الاخوان، دابا خرجت من البوسطه، نقولوا ليها احنا البوسطه، يو اس بي اس،
خلصت الشيبين وعطاوني هذه الورقه هذه اللي فيها تراكين نمبر. شنو في تراكين نمبر؟ شنو غندير؟ غادي نمشي الان دابا غادي نمشي للدار وغنمشي للباي بال ديالي حيت الفلوس ما غاديش توصل بها. الفلوس راه باقا في باندين، راه ما غاديش توصل بالفلوس. شنو غندير؟ غنمشي للدار الان وغادي نحاول ندخل هذا تراكين نمبر. هذا تراكين نمبر هو الرقم التتبع. غادي ندخل الرقم التتبع وغادي نكونفيرمي بلا صيفطت المنتوج، ومن بعد الباي بال عاد غادي يطلق ليا رزقي، عاد يطلق ليا الفلوس باش بعت المنتوج. لذلك الاخوان انا تنحاول نبسط معكم هذا الشيء كامل. انا دابا يلا ساليت الخدمه ديالي، جيت تنجري هنا باش نصيفط الباكج، واخا كنت درتو فقط غير مثال وتبع ليا المنتوج، ولكن هذاك اللي شرا السلعه ديالو ضروري خصني نصيفطها له. لذلك كما تشوفوا هاي الورقه ديال تراكين نمبر. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نرجع للدار، غادي نمشي للباي بال ديالي وغنصور لكم داكشي في الحاسوب. هذا الشيء كنديرو كامل للناس اللي يلاه مبتدئين ما عارفين شنو هو كيفاش تبيع وتشري في الاي باي. هذا الشيء الاخوان اللي تنوريكم الان فقط الناس اللي عندهم منتوجات في الدار، اما الا كنتي تدير دروب شيبين فقط غيكون فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، غنوريكم الطريقه ديال كيفاش دروب شيبين، تهضر مع السبلاير ديالك من الشينوا ويصيفط هو المنتوج للكاستمر ديالك. اما شنو تنديرو الان هي تنديرو داكشي الا كان عندك الانفنتوري، الناس المغرب اللي تبيعوا ارغان ولا تبيعوا الصناعه التقليديه ولا شي حاجه بحال هكايا، هذه هي الطريقه ديالكم الاخوان. ونتمنى لكم الخير، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، ونتمنى يكون استفدتوا منه شي شويه. لذلك الاخوان غادي نرجعوا للدار ونكملوا لي ستيب ديالنا ولا نكملوا المراحل ديالنا. خوتي خواتاتي من بعد ما شيبينا ولا صيفطنا المنتوج ديالنا مشيت ووريتكم الفيديو، دابا غادي نجيو للباي بال ديالنا وغادي نديروا تراكين نمبر باش نطلقوا الفلوس اللي باقا في البيندين ولا باقا في الهولد. لذلك كنجيو للاسم ديال الشخص اللي شرى من عندنا المنتوج، كنكليكيو عليه على هذا الشكل هذا كما تشوفوا، كتخرج لينا هذه النافذه هذه تيقولوا لينا واش شيبيتي واش صيفطتي المنتوج ولا مازال. تتقول له مارك از شيبت بلا تصيفط. هنا تيقول لك دخل لينا تراكين نمبر. تراكين نمبر هنايا تدخل تراكين نمبر اللي وريتكم في الورقه اللي عطاني داك اللي عطاتني ديك لاجونس ولا داك المكتب. غادي نحاول ندخل التراكين نمبر هو هذا 95000. بعد ما كندخلوا التراكين نمبر الاخوان تيقولوا لك اين شركه صيفطتي فيها المنتوج. انا صيفطت لها في USPS اللي هي هذه هي الشركه اللي صيفطت فيها المنتوج. غندير سبميت. You have successfully updated order information. An email will be sent to your customer with the information you provided. هنايا تيقول لك بلا راه المعلومات اللي دخلتيها راه درنا لها الابديت، وواحد الميساج غادي يتصيفط للكاستمر ديالي ولا الزبون ديالي، غادي يتوصل برقم التتبع والموقع ولا السيت فين يتتبع usps.com، وغادي يبقى يشوف المنتوج ديالو فين وصل. انا فمن صيفطت هذا المنتوج هذا الاخوان خلصت عليه باش يوصل المنتوج 3 ايام ولا يومين، خلصت عليها يومين ولا 3 ايام. هذا الشيء اللي كاين. الا مشينا go to transaction details كتلقى الاخوان هنايا بلا المنتوج صافي add tracking number صافي بلا confirm صافي بلا صيفط المنتوج صافي. دابا كل شيء مزيان، كل شيء مريقل، خلصت صيفطت له المنتوج، كل شيء دابا بخير، ما عندي حتى شي مشكل. لذلك الاخوان هذه هي العمليه كيفاش دير منتوج في السطور. راه درت لكم فيديو كيفاش ديروا منتوج في السطور، كيفاش تحاولوا تديروا كلمات مفتاحيه باش يبان المنتوج ديالكم في الخانه ديال في النتيجه الاولى. وهما حنا بعنا منتوج، وانا وريتكم مشيت صيفطت المنتوج وجيت للباي بال دخلت فيه تراكين نمبر، ودابا الباي بال ديالي غادي يطلق لي الفلوس ديال باش بعت المنتوج، ويمكن لي نسحب الاموال ديالي. هادشي الاخوان فقط كنستحق منكم فقط الدعم ديالكم اللي هي زر لايك وكلمه زوينه في الكومونتير. هادشي اللي كندير. والا كنتي شتي هذا الفيديو غادي يستافدوا منه الاخوان اخرين، بارطاجيه مع الاصدقاء ديالك ولا العائله ديالك. راه انا كما كنبارطاجي معكم بارطاجيو حتى نتوما باش يستافد جميع الاخوان. هكذا اخوتي سالينا الرحله ديال المبيع الاولى ديال الاي باي. نتمنى تكون عجبتكم هذه الفكره هذه. الا عندكم شي افكار اخرى كتبوها لي في الكومونتير وغادي نجاوب عليها ولا غندير فيديوهات عليها. بيس ليكم. كان معكم ناصر عايز فلوكس من القناه ناصر عايز فلوكس. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.